السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب مادة الديجيتال لوجيك في الجامعة الهاشمية، أهلا وسهلا فيكم في محاضرة جديدة. آسف على التأخير وشكرا على صبركم. للأسف بعاني من شوية مشاكل تقنية متعلقة بالإنترنت. راح إن شاء الله أحاول إني أنزلكم محاضرات تباعا. طيب، اليوم بدنا نكمل محاضرتنا اللي هي توقفنا المحاضرة الماضية عند موضوع الكومبينيشنال سيركتس وانتهينا منه، واليوم إن شاء الله راح نبدأ بموضوع جديد اللي هو السيكوينشال سيركتس اند ستوريج إلمنتس. وزي ما حكينا في واحدة من المحاضرات السابقة إنه اللي بيميز الكومبينيشنال سيركتس عن السيكوينشال سيركتس بشكل رئيسي هو وجود فيدباك. فيعني الديجرام اللي احنا بنشوفه قدامنا هو الصورة النمطية او الصورة التقليدية عفوا لاي كومبينيشنال سيركت ممكن احنا لاي سيكوينشال سيركت ممكن نستخدمها. هاي السيركت فعليا هاي الرسمة بتمثل اي سيكوينشال سيركت انت ممكن تشوفها. العناصر الموجودين هون قدامنا راح نشوف انه في عندنا عناصر رئيسية. لاحظوا انه السيكوينشال سيركت فعليا في لها زي ما انتم شايفين هون انبوتس. هاي الانبوتس عادة بتفوت على كومبينيشنال لوجيك. شو يعني كومبينيشنال لوجيك؟ كومبينيشنال لوجيك هو اي واحد من السيركتس اللي احنا اوريدي حكينا عنهم واخذناهم. زي ايش مثلا؟ ممكن يكون هون في عندي بكل بساطه انفرتر او اند جيت او اور جيت او اي فانكشن من الفانكشنز اللي اخذناهم او من اللي ما اخذناهم او اي سيركت من السيركتس المشهورين اللي حكينا عنهم زي ادر، سبتراكتر، انكودر، ديكودر، ملتيبلكسر. كل هاي السيركتس ممكن انها تكون هون جوا الكومبينيشنال لوجيك. الان الكومبينيشنال لوجيك ممكن يعطيني اوتبوت زي ما انتم شايفين هون مباشرة، وراح يعطي input كمان لوين؟ لإشي اسمه الميموري element، وهو هذا هو المهم في محاضرتنا اليوم. الميموري element هو عنصر جديد احنا ما اخذناه بالسابق، هو قادر على تذكر المعلومات، قادر على تذكر المعلومات. من اسمه؟ اسمه memory. احنا بنعطيه data وهو عنده القدرة على تخزين هاي الداتا. طيب الآن دائماً الميموري إلمنت بتعطيني إشي بنسميه الـ Q of T اللي هو الـ Current State، الـ Current State of the Circuit. الـ Current State طبعاً هي الإشي اللي تقدر الميموري فعلياً إنها تتذكره. يعني أنا ممكن يكون عندي الـ Current State، طبعاً عندما يحكي Current State هو بالنهاية بتس تتكون يا 0 يا 1، وممكن يكون هذا طبعاً أكثر من سلك، أكثر من Line، فبالتالي ممكن يخزن Q1, Q2, Q3 وهلم جرى. واحنا هون زي ما حكيت بنحكي عن بيتس. اللي بيميز طبعا اي سيكوينشال سيركت اذا بتتذكروا ما حكينا في المحاضره وجود خط راجع زي ما انتم شايفين. هذا شو بنسميه؟ هذا بنسميه فيد باك. وجود الفيدباك هذا يعني انه هاي السيركت اجملها هاي السيركت سيكوينشال، هاي السيركت عباره عن sequential circuit. يعني هذا الفيدباك خلاص مباشرة انه كان موجود، عرفنا انه انتهى الموضوع، صارت هاي عبارة عن sequential circuit. والميموري element زي ما راح نشوفها سكمان شوي هي بحد ذاتها اصلا sequential circuits. طيب زي ما حكينا الـ Q of T هي عبارة عن الـ current state، الـ current state الحالة الحالية لها هاي السيركت. ممكن انه بتغييرات معينه على الانبوت اللي جاي على الميموري اليمنت اللي هي من هاي المنطقه تتغير هاي الكرنت ستيت طبعا، وفي عندنا فاصل بالنسبه للتغيير، متى مسموح لهاي الميموري اليمنت تتغير. ما انها ميموري اليمنت فمعناته احنا بنتوقع منها انها تتذكر وتحافظ على الستيت تبعتها، لكن مش احنا مرات نضطر ايش نعمل؟ نغير على هاي الميموري اليمنت، فبالتالي لازم يكون عندنا القدرة على التغيير. إذا تغيرت طبعاً هذا بيقودنا لشيء جديد اللي هو الـ Q of T plus 1. مش بالضرورة يعني Q of T plus 1 تعني إنه لازم يصير في تغيير، ممكن إنه الحالة السابقة والحالة الحالية يكونوا فعلياً نفس الـ value، لكن الـ Q of T اللي هو الحالة المستقبلية أو الـ next state بنسميها للسيكوينشال سيركت هي الفاليو اللي بدها تصير عليها
السيكوينشال سيركت في المستقبل. طيب بما انه في عندنا كرنت ستيت وفي عندنا نيكست ستيت، معناته لازم يكون في شيء بفصل بينهم يحدد شو متى بنتقل انا من هاي الستيت لهاي الستيت. عاده اللي يستخدم لهذا الموضوع شيء اسمه الكلوك. الكلوك هي عبارة عن سكوير فانكشن، فايتة وين؟ فايتة على الميموري. سكوير فانكشن زي ما انتم شايفين زي المربع، بحدد لي متى مسموح اني انتقل من الكرنت ستيت للنكست ستيت، بناء على طبعا قيم الانبوتس اللي داخل على الميموري. الان مبدئيا طبعا هو هذا الموضوع هو اللي كان داخل معنا المفروض ينتهي فيه، تنتهي فيه مادة السكند اللي هو موضوع الميموري المنت. الآن يعني بدنا ننسى هاي الديجرام كاملة، فقط بدنا نركز على إيش؟ على الميموري المنت، هذا اللي بدنا نركز عليه حاليا. طيب يلا خلينا نروح نحكي عن الميموري المنت ونشوف شو أقسام الميموري المنت، شو أنواعها المختلفة. طيب يلا الميموري المنت يا جماعة، إذا نتفرج على الرسمة العامة لأي memory element زي ما أنتم شايفين هون، الرسم العام لأي memory element تحكي لك إن memory element يعني هي عبارة عن box زي ما أنتم شايفين. دائما هذا البوكس فيه له أهم شيء one input اللي هو the key of t اللي هو بيحدد لي the current state. هاي الoutput اللي بناخذه من هون سواء كان صفر أو واحد، سواء كان صفر أو واحد، هو بيحدد لي الفاليو اللي مخزنيتها هاي الميموري جواتها. فإذا أنا أجيت أقرأ يعني داتا من هذا السلك ولقيتها صفر، فبعرف أنا إنه الكرنت ستيت هاي الميموري هي فعليا صفر، والميموري فعليا زي كأنها مخزنة صفر. إذا كانت الكي أوف تي واحد، فبعرف هون إنه هاي الميموري مخزنة واحد وهي فعليا قيمة الكرنت ستيت. الآن الكيو أوف تي بار هي دائما عكس اللي كيو أوف تي، يعني إذا هاي كانت صفر هاي بدها تكون واحد، إذا كانت هاي واحد هاي بدها تكون صفر، فنتوقع دائما إنها تكون عكسها. يعني ما فيش هون إشي كثير أحكي عن الكيو أوف تي بار غير إنها هي دائما نتوقع منها إنها تكون عكس الكيو أوف تي. طيب الآن أي memory element في فايت عليها إيش؟ مجموعة من نقدر نسميهم commands. هاي commands ممكن تكون يعني مش خط واحد، ممكن تكون خط أو أكثر، يعني one wire or أكثر. هذول commands مفروض يعطوا، أو هذول الخطوط مفروض يعطوا أوامر لهاي السيركت إيش تسوي. يعني إذا كانت صفر هل بدنا إياها تحافظ على هذا الصفر، ولا بدنا إياها تصير إيش؟ بدنا إياها تصير واحد، تخزن value جديدة اللي هي واحد. طبعا يعني هاي الكوماند زي ما حكينا يعني بتفوت على السيركت وبتعطيها أوامر عشان تحكي لها بالضبط إيش تسوي. الآن الشغلات اللي ممكن تسويها زي ما حكيت إنه نعطيها فاليو جديدة، يعني هي كانت صفر أنا ما بدي صفر، بدي فاليو جديدة، سواء الفاليو الجديدة كانت صفر أو واحد، أو مرات إيش بدي أحكي لها؟ حافظي على هاي القيمة اللي أنت مخزنيها. فإذا أعطيها أمر إيش تحكي؟ no change store save اللي هو ممكن أعطيها أمر آخر أحكي لها أعمل توجل. إيش يعني توجل أو سويتش أو فليب؟ إيش يعني؟ يعني إذا كنت مخزنة صفر خليها تصير واحد، إذا كنت مخزنة واحد خليها تصير صفر. إذا أنا بدي أعكس الفاليو المخزنة في هاي الميموري، إذا كل الأوبشنز بالنسبة لهاي الصفر والواحد لازم تكون متاحة إلي عشان أقدر إني أسويها. في input آخر اللي هو الكلوك اللي هو حكينا إحنا بفصل لي بين الكرنت ستيت والنكست ستيت أو الفيوتشر ستيت، اللي هو بيحدد لي متى يحدث الترانزيشن من الكرنت ستيت للنكست ستيت، وهذا اللي راح نحكي عنه إن شاء الله في السلايد اللاحقة. طيب الآن شو في عنا أنواع للميموري؟ في عنا نوعين رئيسيات من الميموري. النوع الأول اللي هو نسميه اللاتش، واللاتش يا جماعة بالإنجليزي يعني هو فعليا قفل. اللاتش يعني أنا زي الميموري بدي أفوت عليها value وأقفل عليها، فبالتالي زي كأنها فعليا هذا القفل صار عبارة عن ميموري. الآن شو اللي بميز اللاتش عن الفليب فلوب؟ اللاتش بنسميه pulse triggered أو حتى ممكن نسميه level triggered كمان. ليفل تريجر بالنسبة لمين؟ طبعا بالنسبة للكلوك. زي ما حكينا الكلوك عبارة عن سكوير فانكشن، في لها ليفلز، الليفل الاب مثلا هاي، وفي عندنا هاي الليفل اللو. اللاتش هي حساسة للليفل كاملة، للليفل الكاملة سواء كانت هاي او لو. ايش يعني حساسة؟ يعني لما يجي كوماند معينة
لما يجي كوماند معينة للانبوت، هاي الكوماند بتأثر على الاوتبوت طول ما هي الليفل مثلا هاي او لو، زي ما راح نشوف كمان شوي في السلايد اللاحقة. الفليب فلوب لا، هي ايدج تريجرز. ايش يعني؟ الانبوت تبع السيركت تبع الميموري اليمنت بيقدر يغير على الاوتبوت، او الاثر تبعه راح يظهر على الاوتبوت على الايدج. شو الايدج؟ اللي هي حواف الايدج، اللي هي حواف هاي الكلوك. شو يعني حواف الكلوك؟ خلينا نشوف زي ما بالسلايد اللي بعدها، اللي هو راح يوضح لي فعليا الفرق بين البوزيتيف، عفوا بين اللاتش والفليب فلوب. اللي يعني ما تبع معانا في السلايد السابقه ما يقلق، لانه ان شاء الله هون الامور راح تكون اوضح. طيب خلينا نشوف كيف الامور هون اوضح. خلينا نشوف كيف هون الامور. طيب هاي السلايد توضح لي فعليا شو الفرق بين اللاتش. هي احنا هون بنحكي عن اللاتش والفليب فلوب، وهاي الكلوك. هاي الكلوك اللي كانت عبارة عن واحد من الانبوتس اللي داخلين على اي ميموري المنت. فلما نحكي احنا عن اللاتش، اللاتش بده يجي كوماندز للسيركت اللي هي الميموري المنت، وهاي الكوماندز بدها تغير الاوتبوت. احنا الان مش كل ما تغير الانبوت مسموح للاوتبوت انه يتغير، او راح يتغير الاوتبوت فعليا. مش كل ما تغير الانبوت، متى مسموح او متى فعليا رايح ياثر الانبوت على الاوتبوت؟ متى راح ياثر الانبوت على الاوتبوت؟ في حاله اللاتش في عندنا نوعين، في عندنا البوزيتيف ليفل. طبعا احنا هون بنحكي عن الكلوك، يعني احنا بنحكي هون هاي الرسمات المرسومه هي رسمه الكلوك. البوزيتيف ليفل اللي هي بتحكي لك انه فقط اذا كانت الكلوك هاي، فقط اذا كانت الكلوك هاي الانبوت رايح ياثر على الاوتبوت. الانبوت راح ياثر على الاوتبوت. طبعا يا جماعه احنا الانبوت ما بنقدر نتحكم فيه، يعني انا لما يكون في عندي ميموري اليمنت ممكن الانبوت تبع الميموري اليمنت هذا يكون جاي من اي مكان، من سيركت اخرى، من كومبينيشنال لوجيك زي ما شفنا قبل شوي بالمين دياجرام. ممكن يكون هذا الانبوت جاي من اي مكان، ممكن يكون الانبوت جاي من كبسه سويتش، يعني فعليا انا قاعد بكبس كبسات. فانا بالنسبه لي هذا الانبوت ما بقدر اتحكم فيه متى بتغير، ما بقدر اتحكم فيه اطلاقا متى بتغير، بتغير وقت ما بده. لكن البوزيتيف ليفل شو بتحكي لك؟ انه اوكي اذا تغير الانبوت هو راح ياثر على الاوتبوت فقط اذا كانت الكلوك الليفل تبعها ايش ماله هاي في حاله البوزيتيف. الآن في حالة النيجاتيف ليفل الانبوت راح يأثر على الاوتبوت فقط لما تكون الكلوك لو، زي ما انتم شايفين هون عند الكلوك لو. طبعا يا جماعة هذا الموضوع لا تقلقوا منه، يعني راح ناخذ يعني اكزامبلز مفصلة عن هذا الموضوع عشان ان شاء الله نفهمه بالتفصيل. هذا بالنسبة للاتش. الآن ليش سمينا اللاتش اسينكرونس؟ ايش يعني اسينكرونس؟ غير متزامن. ليش غير متزامن؟ لأنه التغيير بالنسبة لنا قد يحدث في اي مكان. يعني احنا اذا كانت الليفل هاي، اذا كانت الليفل هاي مثلا ممكن يحدث في اول الليفل، في نصها، في اخرها، وهون نفس الشيء ممكن يحدث في نصها، في اولها، في اخرها. وهاي مسافه يعني هاي هذا مسافه زمنيه تعتبر يعني عاليه في عالم الكمبيوتر، يعني مش قليله. عشان هيك نسميها asynchronous غير متزامن. ولاحظوا لو كان في عندي مثلا two latches في السيركت تبعتي، ممكن واحده منهم تتغير في البدايه، ممكن واحده منهم تتغير في النهايه تبعت الليفل اذا كانوا الثنتين positive level trigger. طيب الان بالمقابل الفليب فلوب لا، مسموح فيه التغيير فقط على الايدج. ففي عندنا نوعين، في عندنا البوزيتيف ايدج اللي لما يصير التغيير من صفر لواحد في الكلوك، وفي عندنا النيجاتيف ايدج لما يصير التغيير من واحد لصفر في الكلوك. ايش يعني؟ يعني هون انا هاي هي المنطقه اللي صار فيها التغيير بين صفر وواحد، هاي هي النقطه اللحظيه اللي مسموح فيها او اللي بيقدر فيها الانبوت انه فعليا ياثر على الاوتبوت، او راح يعني هو الانبوت ممكن يتغير، لكن احنا ما راح نشوف اثر تغيير الانبوت على الاوتبوت الا وين؟ الا عند البوزيتيف ايدج اللي هو عند الانتقال من صفر الى واحد، وبالتالي هذا المكان وهذا المكان وهذا المكان. ولا ننسى احنا هون طبعا انه احنا دائما بنروح من الشمال لليمين، from left to right، فبالتالي الكلوك تبعتنا اكيد ماشيه بهذا الاتجاه، لانه يعني اذا مشينا باتجاه معاكس اكيد راح تصير البوزيتيف ايدج على جهه خطا. فاحنا يعني ما بدنا ننسى انه دائما احنا بنمشي من الشمال لليمين. طيب
النيجاتيف إيدج اللي هي التغيير من واحد إلى صفر، تغيير من واحد إلى صفر اللي هي على الإيدج اللي نازلة زي ما أنتم شايفين عند التغيير من واحد إلى صفر. هذا المكان عند هذا المكان راح نشوف أثر تغيير الإنبوت على الأوتبوت اللي هو الكيو أوف تي. أوكي يا جماعة، بعيد وبكرر، الموضوع مهم إنه الإنبوت أنا ما إلي سيطرة عليه، الإنبوت ممكن يتغير في أي لحظة اللي هو الكوماندز اللي إحنا حكينا عنها، لكن الأوتبوت وهو المهم، الأوتبوت لن يتغير بالنسبة للفليب فلوب إلا عند إيش؟ عند النيجاتيف إيدج أو عند البوزيتيف إيدج حسب طبيعة السيركت تبعتنا. طيب خلينا نروح بالتفصيل ونشوف كيف تصميم أو شو هي أنواع اللاتشز والفليب فلوبس. طيب في محاضرتنا اليوم إن شاء الله رحين نحكي عن رح نبدأ في الحكي عن اللاتشز. ف احنا في عنا نوعين من اللاتشز، في عنا الاس والاس ار لاتش، في عنا طبعا هاي نوعين منها، في عنا الاكتف هاي وفي عنا الاكتف لو، وراح نحكي ان شاء الله كمان عن الدي لاتش، وبعدين ان شاء الله في المحاضرات الجايه ان شاء الله راح نحكي عن الدي لاتش الجي كي لاتش وعفوا الدي فليب فلوب والجي كي فليب فلوب والتي فليب فلوب. طيب يلا خلينا نبدا الان بالايش، بالاس ار لاتش اللي هي ايش اكتيف هاي. خلينا نفهم كيف تشتغل، يعني اللي ما يعني قدر يستوعب معنا الامور السابقه لا يقلق، لانه الان احنا بدنا نبدا في الماده الفعليه واي شيء ما كان واضح بالسابق راح يتوضح الان، ف يعني بتمنى انكم ان شاء الله ما تقلقوا. طيب هاي الـ SR latch زي ما انتم شايفين، هاي رسمتها من برا لو بدي اتفرج عليها، زي ما انتم شايفين في عندنا الـ output هو نفسه دائما لكل الـ memory elements، في عندي الـ Q of T وفي عندي الـ Q bar of T اللي هاي متوقع تكون ايش مالها عكسها. الان في عندنا بالنسبه للـ commands في عندنا 2 commands، وهذول الـ commands ايش مالهم؟ active high. اذا زي ما انتم شايفين ما في عندنا bubble على الـ input. الـ commands اللي هم S و R، في عندي 2 commands. الـ command الاول S شو بحكي لك؟ بحكي بدي السيركت تعمل ايش؟ تعمل ست. طبعا لما نحكي احنا عن السيركت يعني عن الميموري المنت دائما قصدنا مين؟ دائما قصدنا الكيو اوف تي. الكيو اوف تي بار دائما نتوقع انها تكون عكسها، فاحنا دائما مقصود الكوماندز بدها تاثر على ايش؟ على الكيو اوف تي. طيب الاس بتعطي امر لهي السيركت، بتحكي لها اعملي ست. ايش يعني؟ بدي اياك تصيري هاي، بدي اياك تصيري 1، بدي اياك تصيري اون، بدي اياك تعمل لي ست. يعني في 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 بكل بساطه بدي الكي اوف تي ايش تصير؟ بدي الكي اوف تي تصير 1. اذا هاي اكتف هاي وبدها الكي اوف تي تصير 1. نفس الشيء بالنسبه للار، كمان هي اكتف هاي. لما تكون اكتف واحنا عارفين اخذنا الديفينيشن، الاكتف اللي هو قيمته بما انها اكتف هاي اللي هو قيمته 1 معناته. لما تكون اكتف الار بدها تحكي للسيركت ايش تصير؟ تعمل ريست او تصير لو او تصير زيرو او تصير اوف. هذا هو الكوماند الموجود. طيب خلينا نشوف الفانكشن تيبل تبع هاي السيركت. فانكشن تيبل تبع هاي السيركت، هذا مش تروث تيبل يا جماعه، هذا ليس تروث تيبل. هاي الاس وهي الار، هذا ليس تروث تيبل. احنا هون بدنا نمشي، يعني لما نمشي زي هيك لتحت شو بصير؟ التايم بيزيد، التايم بيزيد. طيب هاي الاس وهي الار، وخلينا نشوف الكيو والكيو بار شو بدهم يطلعوا القيم تبعهم. طيب شو بدهم يطلعوا القيم تبعهم؟ طيب فرضا انا في البدايه حكيت الاس بدي اياها 1 والار بدي اياها 0، ولاحظوا انه هاي اكتف هاي، الثنتين منهم الثنتين اكتف هاي، الاس اكتف هاي والار كمان اكتف هاي. خلينا بس عشان نوضح هاي، هذا فعليا فانكشن تيبل. طيب اذا التايم كل ما نزلنا لتحت بزيد. شو بتحكي لك هاي الكوماند؟ هاي الكوماند اللي احنا هون عندها بتحكي لك فعليا اعمل ست. ليش؟ لانه الاس قيمتها 1 والار قيمتها
صفر. الـ S active والـ R inactive. إذا أنا بطلب من السيركت إنها تعمل setting إنها تصير إيش قيمتها؟ واحد. إذا الـ Q بتوقع إنها تصير واحد، والـ Q bar شو بتوقع إنها تصير؟ إنها تصير زيرو. إذا هون فعلياً أنا إيش عملت؟ عملت set. طيب لاحظوا إنه بعد هاي الكوماند فرضاً أنا قررت إني أعطي كوماند جديدة اللي هي إيش؟ زيرو 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 زيرو. لاحظ إنه لا الـ S active ولا الـ R active، لأنه الـ R كمان مظبوط هي بتطلب من سيركت إن ما عاد تصير قيمتها صفر، لكن الـ R فعلياً active هاي، يعني هي بتكون فعالة لما تكون قيمتها واحد. إذا هي بتطلب تأمر السيركت تصير زيرو لما تكون قيمتها واحد. إذا لما يكون الـ S قيمتها صفر والـ R قيمتها صفر الآن، إذا ولا واحدة منهم active فعلياً، إذا أنا ما بأمر قاعد السيركت تعمل أي شيء فعلياً. هاي الحالة بنسميها إيش؟ no change. No change. إذا أنا أمرت السيركت إنها ما تتغير. طبعا بما إنه أصلا الحالة الأصلية كانت 1-0، معناته الـ no change شو بدها تصير؟ بدها تصير كمان 1-0. إذا بدها تضلها 1-0، إذا ما في عندي هون أي تغيير. إذا هون 1-0 no change if after إيش؟ إذا كانت after الـ set. طيب الكوماند الثاني مثلا، لو انا قررت اني ادخل كوماند ثاني اللي هي 0-1، هاي فعليا قاعد بتأمر السيركت مين فيهم الاكتف صار؟ اللي هو الار. الار قيمته 1 والاس قيمته 0. اذا هاي فعليا الكوماند قاعد بتأمر السيركت انها تصير ايش؟ 0. مين؟ وطبعا تأمر مين قاعده؟ بتأمر الكيو، تأمر الكيو وليس الكيو بار. اذا هاي الان راح تصير 0 وهاي راح تصير 1. إذا هون فعليا هاي الكوماند اللي هي reset، أعطينا أمر بالreset. طيب بعد هاي الكوماند فعليا لو أنت أعطيت 00 شو راح يصير؟ شو راح يصير؟ نفس الشيء، أنت قاعد تحكي للسيركت لا تكون set ولا تكون reset. إذا الأوتبوت راح يظل زي ما هو اللي هو 0-1. إذا هون كمان عندي no change. والحالة الأخيرة اللي هي الحالة الغريبة اللي هو لما يكون الـ S والـ R قيمتهم 1-1. لما يكون الـ S والـ R قيمتهم 1-1، هذا يعني إنك الآن أنت قاعد بتحكي للسيركت تعمل set و reset بنفس الوقت. set و reset بنفس الوقت. طبعاً هذا الإشي واضح إنه غير ممكن. كيف السيركت بدها تعمل set و reset بنفس الوقت؟ أنت الثنتين فيهم active، الثنتين فيهم active. الآن بناء على الانترنال ديزاين تبع هاي السيركت، الديزاين الداخلي، احنا بنعرف انه اللي راح يصير اللي هو انه الثنتين راح يطلعوا 0-0. لاحظ انهم ما طلعوا عكس بعض. اذا هاي الحاله شو بنسميها؟ forbidden. forbidden ايش يعني forbidden؟ forbidden يعني ممنوع. ما بصير تحكي للسيركت تكوني set و reset بنفس الوقت، set و reset بنفس الوقت. اكيد هذا الموضوع forbidden، ممنوع، ما بصير انه الواحد فعليا يعمل هذا الاشي. ما بصير انه الواحد فعليا يعمل شيء هذا الاشي. لاحظوا يا جماعة انه هذا التابل سميناه ايش؟ function table. هو مش truth table، لانه احنا truth table حكينا هو بوضح لك كل الكومبينيشنز للانبوتس والاوتبوتس. هون احنا قاعدين بنزيد التايم لما تروح لتحت. هذا فقط عبارة عن function table بسيط بوضح لي شو اللي بصير في الـ SR latch. طيب الان كيف الـ internal design؟ ما هو الـ internal design تبع الـ تبع الـ SR latch اللي هي active high؟ خلينا نشوف الانترنال ديزاين. خلينا نمحي هاي الاشياء، نمحي هاي الاشياء ونكتب هون الديزاين الداخلي تبع الـ SR latch بهاي الصورة. في عندنا two NOR gates مشبوكين مع بعض زي هيك، cross coupled بنسميهم. وراحظوا انه بما انه في عندي، اذا هون في عندي ال R وهون في عندي ال S، وهاي هي ال Q وهاي هي ايش؟ ال Q bar. هاي هي ال Q bar. اذا هذا هو يا جماعه الانترنال ديزاين تبع هاي السيركت. واضح انها هاي سيركت سيكوينشال سيركت. كيف عرفنا انها سيكوينشال سيركت؟ لانه في عندي فيدباك راجع من الاوتبوت لوين؟ للانبوت. في عندي فيدباك راجع من الاوتبوت اللي هو الكيو للانبوت اللي هي هاي الجيت النور جيت اللي فاتح عليها الاس. ونفس الشيء بالنسبه للكيو بار، في عندي فيدباك راجع من هون لهون من الكيو بار للار. اذا واضح هاي فعليا انها ايش؟ عباره عن سيكونشال سيركت. طيب
نشوف إحنا فعلياً كيف هاي السيركت بتشتغل فعلياً. خلينا نشوف. نعم، خلينا نفرض يا جماعة إنه في عندي قيم معينة للإس بي آر، يعني ممكن أنتم تساعدوني في إنكم ترجعوا للسلايدز وللفانكشن تيبل بالنسبة للإس آر، وأنا هون ممكن إني أكتب الأشياء اللي بدي أكتبها. طيب، فرضاً عندي هاي قيم الإس والآر، فرضاً عندي الكيو أوف تي والكيو أوف تي بار، وفي عندي الـ Q of T plus 1 والـ Q of T في عندي في عندي الـ Q of T plus 1 الكل بار الكل بار. طيب خلينا نشوف شو القيم بدها تطلع، خلينا نشوف شو القيم. طبعا احنا هون لما نحكي يا جماعة الـ Q of T plus 1 يعني هون مش مقصود فيها بعد 1 second 1 ملي second، لا المقصود فيها next stage شو بدها تطلع. طيب فرضا في البداية، في البداية كانت قيم كيف في البداية اجت، هذا رح نحكي عنه ان شاء الله في المستقبل في المحاضرات الجاية ان شاء الله، لكن على فرض انه الـ Q of T، هذا assumption من عندي، على فرض انه الـ Q of T كانت في البداية قيمتها مثلا 0 1، هذا في البداية تمام. والآن يعني أنا بدي أدخل أعطيها كوماند الآن هاي، لأنها في البداية لاحظوا أني كتبتها بالأسود، والآن الأشياء الجديدة اللي أنا بدي أعملها راح أكتبها بالأحمر. الآن قررت أنا بعد ما هي كانت 0 1 قررت أني أعطيها 1 إيش 1 0، أعطي للسيركت إنبوت اللي هو 1 0. إحنا 1 0 من التابل السابق كان الـ S فيه هو الـ Active والـ R إيش مالها؟ إن Active، إذا الـ R غير فعالة بهاي الحالة، إذا السيركت هون زي كأني بحطيها أمر إيش تصير؟ تصير 1 0. إذا طيب خلينا نشوف كيف التغيير هذا بده يصير. لاحظوا إنه الـ Q قيمتها 0 والـ Q bar شو قيمتها؟ الـ Q bar قيمتها 1. الـ R الآن قيمتها 0 والـ S شو قيمتها؟ الـ S قيمتها 1. طيب خلينا نشوف فعليا هل هذا كيف راح يصير هذا التغيير. الآن في عندك 2 NOR gates، هذول يعني ما بفرق من أي واحدة فيهم بلشت، والأصل إنك تبلش فيهم at the same time at the same time، لأنه لاحظوا إنه السيركت يعني cross coupled. طيب نيجي على الـ gate اللي تحت اللي هي هاي اللي عليها النقطة الحمراء. شو الانبوتس لها؟ في لها انبوتس اللي هو الاس اللي هو قيمته 1 والكيو اللي هو قيمته 0. 1 لو عملنا اورنج لواحد مع الصفر هذا، لانه هو جاي هون عندي على الانبوت، 1 مع 0 1 اور 0 1 اعكسها شو بتطلع؟ لانه في عندي بابل هاي 0، شو الواحد شو راح تصير؟ راح تصير 0. طيب الان هاي الجيت هاي في البداية قبل ما تصير هاي 1 0 راح تشوف ايش؟ راح تشوف هذا الواحد في البداية. اذا لسه هي ما لحقت تشوف هذا الصفر في البداية، لانه العمليتين راح يصيروا at the same time. 1 اور مع 0 اللي هو هون، 1 اور مع 0 1 اعكسها 0. اذا لاحظ انها هي زي ما تحكوا ظلت 0 زي كذا. بعدين راح نروح في هاي اللوب مرة ثانية، هاي راح تضلها 0. بعدين في عندي الآن صفر أور مع صفر، صفر أور مع صفر، صفر اعكسها شو راح تصير؟ واحد. لاحظوا إنه شو صار الأوتبوت الآن عندي؟ شو صار الأوتبوت؟ 1 0. الآن رد دخل هذا الأوتبوت مرة ثانية، صفر أور مع صفر، صفر اعكسها، يعني صفر أور مع هاي الصفر الآن اعكسها شو تطلع؟ كمان 1. الآن 1 أور مع 1 1 اعكسها شو تطلع؟ كمان 0. إذا لاحظوا إنه الآن الأوتبوت إيش ماله؟ ثبت على 1 و 0، ثبت على 1 و 0. إذا الأوتبوت ما راح يتغير، راح يثبت على 1 و 0. إذا فعليا لما الإنبوت كان عندي 0 1
عفوا الاوتبوت اللي هو الكيو اف تي اللي هي الاوتبوت تبع الميموري اليمنت كان صفر واحد، واحنا اعطينا انبوت واحد صفر، اعطينا انبوت واحد صفر، شو النكست ستيت راح تصير؟ شفنا انها راح تصير واحد صفر زي ما شفنا هنا هون عندنا في هاي السيركت. تمام يا جماعه؟ طيب الان النكست ستيت هاي شو بدها تصير؟ بدها تصير هي الكرنت ستيت اللي هو واحد صفر. اوكي، اذا النكست ستيت صارت هي الكرنت ستيت الان. طيب فرضا الان انا قررت انه ايش اعطي 0 0. ايش يعني 0 0؟ نو تشينج زي ما شفنا قبل شوي. اذا انا بحكي للسيركت لا تصيري لا ست ولا ريست. ايش يعني لا تصيري لا ست ولا ريست؟ انا ما بامرك انك تغيري وضعك، فبالتالي راح يظل، نتوقع انه يظل الاوتبوت ايش؟ راح يظل الاوتبوت 0 1 0. طيب خلينا نمحي ونتاكد فعليا ان هذا راح يصير. احنا الان عارفين انه الاوتبوت ايش؟ قيمته شو؟ قيمة الاوتبوت شو؟ قيمة الاوتبوت 1 0. هاي قيمة الاوتبوت 1 0، هاي 1 وهاي 0، والانبوت 0 0. الان شو اللي راح يصير؟ 0 راح نعملها اورينج مع 0 0 عكسها راح تعطيك 1 1. الان 1 اعملها اورينج مع ال 0 هاي 1 تعطيك 1 اعكسها بتطلع 0. ليش نحكي بتعكسها؟ لانه في عندنا بابل، انه في عندنا بابل. اذا لاحظوا انه الاوتبوت ايش ضل؟ 1 0 1 0. اذا ضل ستيبل على 1 0 وظلك تدخل يعني عيد الكره راح يظل الاوتبوت ثابت على 1 0، فبالتالي النكست ستيت راح تكون ايش بالنسبه لنا؟ 1 0. اذا النكست ستيت الان شو راح تصير؟ راح تصير current state اللي هي 1 0. طيب فرضا الان انا قررت اعملها reset مره ثانيه اللي هي ايش؟ 0 1. هاي كملوها كايش؟ كاكسرسايز كملوها كاكسرسايز لو سمحتوا. جربوا كمان الفوربيدن اللي هو 1 1 شو اللي راح يطلع فيه كمان كاكسرسايز، جربوها بانفسكم. يعني واضح هون طبعا انه لو دخلنا 1 1 1 اور مع اي شيء راح يعطينا 1 اكسو راح يعطيك 0. فيعني هاي الامور واضحه بالنسبه لي. طيب هيك يا جماعه احنا بنكون حكينا عن الاكتف هاي اس ار لاتش، امثله عليها وتايمينج دايجرام ان شاء الله راح ناخذه في نهايه المحاضره. اذا هو عباره عن الاكتف هاي عباره عن تو نور جيتس كروس كابلد مع بعض. طيب نيجي نحكي عن الاكتف لو اس ار لاتش، مشابهه جدا للاكتف هاي لكن بيختلف هو فقط ايش؟ هاي اكتف لو وهاي كمان اكتف لو. اذا في عندنا بابلز على الانبوتس، بابلز على الانبوتس، نفس الشيء نفس الشيء لكن فقط في عندنا بابلز على الانبوتس. طيب نشوف هون الكيو والكيو بار بناء على القيم اللي بدها تدخل. طيب فرضا انا في البدايه حكيت له سيركت 0 1، مين اللي فيهم اكتف يا جماعه الان؟ مين اللي فيهم اكتف؟ اللي فيهم اكتف اللي هي الاس وليس الار. ليش؟ لانه بما انها اكتف لو اللي قيمته صفر هو الاكتف واللي قيمته واحد راح يكون ان اكتف. يعني الان هاي الكوماند بالنسبه للاكتف لو اس ار لاتش لما تكون الاس قيمتها صفر والار قيمتها واحد، هاي الكوماند شو بتامر السيركت؟ يعني شو بتامر السيركت؟ بتامر السيركت انها ايش تعمل؟ ست، لانه مين فيهم الاكتف اللي هو الاس وليس الار. اذا بتامر السيركت انها تعمل ست، اذا بتامر الكيو انها تصير واحد والكيو بار انها تصير زيرو. اذا فعليا الان في الاكتف لو اس ار لاتش this is the set case. طيب لو حكينا واحد واحد بعد هذا الست، وطبعا زي ما حكينا قبل شوي يعني احنا كل ما مشينا لتحت التايم بزيد في هذا الفانكشن تيبل. طيب واحد واحد مين فيهم الاكتف؟ ولا واحد فيهم اكتف، لا الاس اكتف ولا الار اكتف، اذا الثنتين ان اكتف. اذا في هاي الحاله زي كاني بحكي للسيركت لا تسوي شيء. شو يعني لا تسوي شيء؟ اذا حافظي على الاوتبوت اللي موجود عندك. اذا في هاي الحاله ايش راح يكون عندي؟ نو تشينج نو تشينج. وليش ظلت القيمه 1 0؟ لانه اصلا القيمه الماضيه كانت 1 0. طيب بعدين لو حكينا 1 0، ايش يعني 1 0؟ يعني ان انا بدي امر السيركت ايش تعمل؟ ريست الان. ليش؟ لانه الار هي الاكتف، الار قيمتها صفر لانه احنا اكتف لو، فبالتالي الاوتبوت راح يطلع صفر 1. هاي الحاله اللي هي
حالة الريست، وفي الأخير عندنا واحد واحد، هاي راح تحافظ على الأوتبوت اللي هو 1-0. ليش؟ لأنها إجت بعد ما طلع الأوتبوت 0-1 عفوا. في هاي الحالة كمان شو بدنا نسميها؟ no change. هاي الحالة بدنا نسميها no change. طيب ظل عندنا الحالة الأخيرة اللي هي إيش؟ لما يكون ال two inputs اللي هم الاس والار 0 0، واحنا عارفين هذول اكتف لو، هذول اكتف لو، الاثنين فيهم اكتف، الاثنين اكتف. بما انهم الاثنين اكتف فهذا يعني انه هاي الحاله اللي هي ايش سميناها فوربيدن، التو اوتبوتس راح يطلعوا 1-1، وهاي الحاله حكينا فوربيدن. شو يعني فوربيدن؟ يعني هاي الحاله ممنوعه، ما بصير انها تحدث، ما بصير اني احط الاس والار الاثنين قيمهم 0 0. طيب شو الـ internal design تبع الـ active low SR latch؟ كيف شكل الـ internal design تبع الـ active low SR latch؟ خلينا نشوف الـ internal design. في الـ internal design الآن بدل ما هو NOR gates، لا الآن شو في عندي؟ في عندي NAND gates، نفس الشيء cross coupled مع بعض. هون في عندي الان الاس، هون في عندي الار، هون في عندي الكيو، هون في عندي الكيو بار. اذا مختلف الديزاين عن الديزاين من قبل. كاكسرسايز اعملوا جدول زي اللي سويته بالسلايد السابقه وتاكدوا فعليا من الاوبريشن تبعت الاس ار لاتش اللي هي اكتف لو اس ار لاتش. طيب يعني ما راح ارد اكرر هذا الجدول، بتمنى انكم تتفرجوا عليه بانفسكم. اذا هيك نكون احنا اخذنا نوعين من انواع اللاتشز، اخذنا الاكتيف هاي اس ار لاتش واخذنا الاكتيف لو اس ار لاتش. لاحظوا يا جماعه انه لحد الان ما دخلنا موضوع الكلوك في هاي السيركت، الكلوك لحد الان ما جبنا سيرته. تمام، خلينا نشوف كيف ممكن ندخل الكلوك على هاي السيركت. خلينا نشوف الاكتف هاي اس ار لاتش ويز كلوك. ايش يعني ويز كلوك؟ يعني الان الرسمه بدها تصير شيء زي هيك، بيصير في عندي هاي الاس وهاي الار، وهون راح يصير في عندي انبوت جديد اللي هو السي، ونفس الشيء في عندي الكيو وفي عندي الكيو بار. لا ننسى يا جماعه انه هاي عباره عن ايش؟ عباره عن لاتش. ايش يعني؟ انه الانبوت طبعا ممكن يتغير بدون تحكم من خلالنا، حكينا ممكن يكون كبسه، ممكن يكون انبوت من سيركت ثانيه ما بنقدر نتحكم فيه، لكن اللي بنقدر نتحكم فيه متى الاوتبوت يتاثر في هذا الانبوت، من خلال ايش؟ من خلال الكلوك، من خلال الكلوك. طيب خلينا نشوف فعليا الكلوك كيف يعني بدها تأثر على هذا الاوتبوت. طيب فرضا لاحظوا انه هون طبعا الكلوك ايش؟ عليها بابل ولا ما عليها بابل؟ لا ما عليها بابل. اذا بالنسبه لنا هاي الكلوك اللي هي السي، هاي الكلوك سي اللي هي الكلوك، ممكن نكتبها كمان بهذه الطريقه سي ال كي. هاي الكلوك بوزيتيف level sensitive أو triggered positive level positive level triggered. إيش يعني؟ يعني ال inputs اللي هم ال S وال R راح يأثروا على السيركت لما تكون ال level إيش مالها high. ليش؟ كيف عرفنا هذا الحكي؟ لأنه ال clock ما في عليها bubble، ما في عليها bubble. لأن لو كان عليها bubble، إيش يعني لو كان عليها bubble؟ لو كان شكلها زي هيك، هون في عندي S و R، هون سي مع بابل، ها كيو والكيو بار، بتكون التأثير تبع الكلوك لما تكون الليفل ايش؟ لو. لما يكون الليفل لو، ايش يعني لما يكون الليفل لو؟ يعني الانبوتس اللي هم الاس والار مسموح انهم بيقدروا او فعليا بيقدروا يغيروا على الكيو والكيو بار. متى؟ متى؟ لما تكون الليفل لو. طيب خلينا نشوف هذا الشيء بالتابل، خلينا نرسم تابل ونشوف فعليا كيف اثر هذا الموضوع عندي على السيركت. خلينا مع السيركت الاولى اللي هي الاكتف هاي اس ار لاتش وذ كلوك، والكلوك كمان نعتبر انها ايش مالها؟ اكتف هاي. طيب التابل الان كيف راح يصير شكله؟
لاحظوا يا جماعة إنه الكلوك هي فعليا الأثر تبعها مشابه جدا للإيش؟ للإنيبل اللي أخذناه وين؟ بالديكودر للإنيبل، مشابه جدا لأثر الإنيبل. طيب في عندي الكلوك وفي عندي الإس وفي عندي الآر وفي عندي طبعا هون بدي أحط النكست كيو والكيو بار. شو راح يصير الاثر تبعهم، شو الحاله تبعتهم فعليا، ذا ستيت اوف الكيو والكيو بار. طيب الان الحاله الاولى لما يكون الكلوك قيمتها صفر، لما تكون الكلوك قيمتها صفر الان لاحظوا انه احنا هاي اكتف هاي، لما تكون صفر يعني هون ايش يعني؟ يعني الانبوتس ما راح ياثروا على الاوتبوت. الانبوتس مين ايش هم؟ اس و ار، لن يؤثروا على الاوتبوت اللي هو ايش؟ الكيو والكيو بار. طيب شو يعني ما راح ياثروا؟ يعني فعليا الكيو والكيو بار will not change. اذا بهاي الحاله عندي ايش؟ no change بهاي الحاله. طيب شو بالنسبه لقيم اس و ار؟ I don't care about the values of s and r بهاي الحاله. I don't care. ليش I don't care؟ لان شو ما كانت قيمهم، ما انه الكلوك قيمتها صفر ما راح يصير في عندي اي تاثير. متى التاثير مسموح حكينا؟ لما تكون الكلوك هاي، لما تكون الكلوك هاي. طيب الان لما كانت الكلوك هاي وكانت قيم الاس والار 0 0، هذا يعني انه الان انا بدي اعتمد، مع انه الكلوك هاي الاوتبوت راح يتاثر في قيم ايش؟ في قيم اس وار. طيب الان اس والار منهم اكتف هاي قيمهم 0 0، اذا هم مش اكتف، اذا فعليا اللي راح يصير هون عندي الان شو هو؟ اللي هو no change. إذا أنا بحكي مش ما حكيت لست، لا تكون set ولا reset. طيب فرض الآن الكلوك صارت 1 والاس والار قيمهم 0 1، هون فعليا أنا زي كأني قاعد بأمر السيركت إيش تعمل؟ تعمل إيش؟ ريست، لانه الار هي الاكتف واحنا حكينا اكتف هاي، الار هي الاكتف والكلوك اصلا 1، اذا تسمح لي اني اغير. طيب 1 مع 1 0، انا بامر السيركت ايش تعمل؟ بامر السيركت تعمل ست، بامر السيركت تعمل ست، لانه الاس هي الاكتف. واخر شيء 1 مع 1 1، حكينا هاي الحاله ايش مالها؟ فور بدن، فوربيدن، ممنوعه هاي الحاله انها تصير. اذا هون فقط مسموح التغيير على على الليفل اللي هي الهاي، على الهاي ليفل تبعت الكلوك. طيب يعني هذا الديزاين الان كيف بده ينعكس على الانترنال ديزاين تبع السيركت؟ كيف ممكن نشوف الانترنال ديزاين تبع السيركت؟ كيف بده يتغير؟ كيف بده يتغير الانترنال ديزاين تبع السيركت بسبب الكلوك؟ بسبب الكلوك. احنا لا ننسى ان السيركت كيف كان شكلها؟ كانت عبارة عن 2 NOR gates، عبارة عن 2 NOR gates، واحد فايت عليه ال R واحد فايت عليه ال S، وهذا بيعطيني ال Q وهذا بيعطيني ال Q bar. هيك كان الانترنال ديزاين تبع هاي السيركت. اوكي طيب كيف الآن ممكن يتغير هذا الانترنال ديزاين عشان نحصل ايش؟ عشان نحصل الإفكت تبع الكلوك. لاحظوا انه الكلوك يا جماعة هي حكينا مشابهة لايش؟ مشابهة للإنيبل. الإنيبل في الديكودر إذا بتتذكروا كيف شبكناه؟ كيف شبكناه؟ فكروا فيها شوي، اعمل بوز وتذكر كيف شبكنا على الانيبل. الانيبل دائما يا جماعه بينشبك كاند جيت على الانبوتس، كاند جيت. طبعا احنا في الديكودر هو اصلا كانت اند جيت، لانه الانترنال ديزاين تبع الديكودر هو اند جيتس اصلا، فاحنا كل اللي عملناه انه ضفنا انبوت جديد على كل اند جيت. الان انا ما عندي اند جيتس، فانا مضطر ايش اعمل؟ مضطر اضيف اند جيت هون واند جيت هون كمان، واشبك عليهم اثنين، اشبك عليهم الكلوك، اشبك عليهم الكلوك. تمام وطبعا هنا شو هو الانبوت تبعي؟ الانبوت تبعي اللي هو سي اللي هي الكلوك. طيب خلينا نشوف اثر هاي هذا الكونكشن فعليا.
طبعا احنا هون يعني هاي هي ال R هون طبعا صارت هون صارت ال S. خلينا نمحي هذا التيبل نمحي هون. طيب واضح هون انه الان اذا كانت ال C قيمتها 0 يا جماعة شو اللي راح يصير؟ 0 فايتة على ال AND gate هاي 0 AND مع أي إشي شو راح تعطيني 0. الآن 0 كمان بالنسبة للكلوك فايتة على ال S 0 AND مع أي إشي شو راح تعطيني 0. إذا فعليا اللي فات على ال S على ال SR latch شو 0 0. إحنا عارفين ال 0 0 أصلا شو تعني؟ تعني not change. إذا فعليا لما كانت ال C 0 بغض النظر عن قيم ال S وال R بغض النظر عن قيم ال S وال R فعليا شو أعطاني هذا الشيء؟ أعطاني not change وهو المطلوب وهو المطلوب. الآن شو اللي راح يصير لو تكون قيمة ال ال S وال R عفوا ال C مش صفر صارت ايش؟ واحد. فرضا صارت قيمتها واحد. الآن اللي راح يصير انه هون راح نعمل أندينج لإيش؟ راح نعمل أندينج لا R AND واحد. إحنا نعرف إنه هذا شو يساوي؟ يساوي R. هون راح نعمل S AND واحد وهذا فعلياً إيش يساوي؟ S. إذا الآن يا جماعة اللي فايت فعلياً على النور جيتس اللي هي قيم ال S وال R. إذا اللي راح يتحكم في ال output إذا كانت الكلوك واحد قيمتها شو اللي راح يتحكم؟ اللي هو قيم ال S و ال R. قيم ال S و ال R. تمام يا جماعة؟ أتمنى يعني إنه تكون الفكرة وصلت. طيب فرضا الآن أنا حكيت لك لا بدي ال Active Low Clock. شو يعني ال Active Low Clock؟ شو يعني ال Active Low Clock؟ يعني بدي العكس، بدي السيركت تشتغل لما تكون الكلوك هاي لو عفوا بدي السيركت تشتغل لما تكون الكلوك لو. شو يعني؟ شو يعني؟ يعني لما تكون الكلوك الآن واحد بدي فعليا ايش يصير؟ no change no change لما تكون قيمة الكلوك واحد. طبعا هذا الاشي يتطلب اني ايش اعمل؟ اضيف هون بابل، اضيف بابل هون. فبالتالي لما قيمة الكلوك واحد ما راح يصير عندي اي تغيير على قيم الكيو والكيو بار. لكن لما تصير قيمة الكلوك صفر راح تشتغل الساركت ايش؟ بشكل طبيعي صفر صفر no change صفر صفر واحد اللي هي الريست، صفر واحد صفر اللي هي الست، والصفر واحد واحد اللي هي شو حكينا؟ حكينا فور بيد فور. طيب كيف هذا الحكي راح ينعكس على الساركت ديزاين؟ زي ما شفنا كمان في الانيبل لما كان عندنا الانيبل اكتف لو، الان الكلوك صارت اكتف لو، كله راح نعمله انه نضيف انفرتر على الكلوك. ضفنا هون انفرتر زي ما انتم شايفين على الكلوك. اوكي الان لما تصير قيمه السي 1 راح تفوت هون 0 وراح تفوت هون 0 0 اند ما شيء راح يطلع 0. اذا راح يعطيني نو تشينج. اذا الواحد شو اعطتني؟ نو تشينج، لانه فعليا نو تشينج بيعطيني الانبوت تبعونه 0. لما تكون قيمتها 0 لما تكون قيمتها 0 شو راح يطلع هون؟ واحد، وهون راح يطلع واحد. واحد اند مع اي شيء هون راح تطلع قيمة R، واحد اند مع اي شيء راح تطلع قيمة S عفوا راح تطلع قيمة S. تمام يا جماعة. إذا نفس فكرة الانيبل ما راح أطول عليها كثير لأنه هاي الفكرة مكررة وراح تظلها تتكرر معنا يعني في المحاضرات الجاية إن شاء الله. طيب نفس المبادئ يا جماعة تنطبق على إيش؟ على الأكتيف لو اس ار لاتش. الاكتف لو يعني لو كانت الاس ار لاتش اكتف لو راح نشوف نفس الجداول لكن باختلاف الانبوتس، باختلاف الفاليوز تبعت الاس وال. طيب
آخر موضوع يعني رئيسي راح نحكي عنه اليوم اللي هو الدي لاتش. الدي لاتش، طيب بالنسبة للدي لاتش، الدي لاتش شو بتحكي لك؟ الدي لاتش بتحكي لك إنه إحنا الآن في عنا الاس والار، فيهم مشكلة. الاس والار فيهم مشكلة رئيسية. شو هي المشكلة الرئيسية الموجودة في الاس والار؟ إنه فيهم حالة الفوربيدن. فإحنا كيف مثلا ممكن نتخلص من حالة الفوربيدن؟ حالة الفوربيدن متى بتطلع؟ لما تكون قيم الـ S والـ R متطابقة على 1-1 أو 0-0 في حالة الـ Active Value والـ Active Low. كيف ممكن أجبر الـ S والـ R يكونوا دائما عكس بعض؟ بكل بساطة، بكل بساطة ممكن أجبرهم فعليا يكونوا عكس بعض إذا فعليا نعم كانوا عكس بعض. كيف بدي أعكسهم؟ كيف بدي أعكسهم؟ من خلال بكل بساطة inverter. يعني أنا ممكن أجيب value معينة أدخلها على الـ S زي ما أنتم شايفين هون، وهاي الـ value أخذها وأفوتها مثلا على inverter وأدخلها على الـ R. بهاي الحالة أنا بضمن أنه الـ S والـ R دائما عكس بعض. إذا مستحيل الآن الـ S والـ R يكونوا الـ values تبعتهم متساوية. الآن في هاي الحالة الـ input تبعي صار عندي input واحد، هذا الـ input شو بسميه؟ D. إذا صار عندي الآن بدل S R latch شو صار في عندي؟ صار في عندي D latch. بدل الـ SR latch صار في عندي شيء اسمه الـ D latch. وطبعا يعني بنفس الطريقة الآن ممكن إنه يعني الـ D هاي أضيف لها الـ clock، ممكن أضيف لها AND gate، فبالتالي يعني تصير فعليا عندي clock مضافة لها. مثلا ممكن هون أضيف لها AND gate، فعليا تصير الـ D هون والـ clock هون. والآن يعني خلصنا من موضوع الـ D latch. لأن إذا كانت الـ D قيمتها صفر، إذا كانت الـ D قيمتها صفر والـ clock الآن قيمتها واحد، شو راح يطلع هون؟ هاي صفر وهاي واحد. إذا زي كأني قاعد بعمل إيش؟ زي كأني بعمل reset. إذا كانت الـ clock قيمتها واحد والـ clock قيمتها واحد، هاي راح تكون واحد وهاي راح تكون صفر، زي كأني بعمل reset. إذا الـ table تبع الـ D سهل جدا، سهل جدا. transparent نسميه transparent. شو يعني transparent؟ يعني هاي في عندي الفاليو تبعت الدي، وفي عندي الفاليو تبعت الكيو اوف تي بلس 1 اللي هو النكست ستيت. خلينا نحكي اوكي 0 1. اذا كانت الدي صفر مباشره هيعطيني الكيو اوف تي صفر. اذا كانت الدي 1 الدي واحد مباشرة الـ Q of T plus 1 رح تطلع واحد. طبعا by default يا جماعة الـ Q of T plus 1 bar رح تكون عكس. يعني احنا طبعا مرات ممكن نختصرها وما نكتبها. فلاحظوا انه هاي بنسميها الدي لاتش عادة، الدي لاتش او الفليب فلوب. شو بنحكي عنها؟ transparent. ليش transparent؟ شفافة. ليش شفافة؟ لانه 0 بتعطيني 0 والواحد بتعطيني واحد. إذا يعني هون ما في عندي أي تغيير. طيب الآن الحالة اللي إحنا موجودة عندنا فوق اللي هي موجود فيها الكلوك، لاحظوا إنه الكلوك هون كانت إيش مالها؟ أكتيف هاي. إذا لما تكون واحد بتشتغل بشكل طبيعي، لما تكون زيرو الكلوك بغض النظر عن قيمة إكس شو راح يصير عندي؟ يصير عندي نو تشينج. نو تشينج، لا تغيير، لا تغيير. طبعا الان اكيد الكلوك يعني لو ضفنا عليها بابل، الكلوك لو ضفنا عليها بابل هون راح تصير اكتف لو، راح تنعكس هاي الفاليوز تبعت الكلوك. فبالتالي يعني راح تصير الكلوك اكتف لو. طيب خلينا ننتقل للسلايد اللي بعدها. اوكي السلايدز اللي بعدها هي عباره عن اكزامبلز. طيب قبل ما نروح للاكزامبلز بس خلينا يعني خلينا نشوف شكل السيركت من برا بالنسبه للدي لاتش. شكلها من برا، شكلها من برا كيف راح يصير؟ شكلها من برا تفرجنا عليها من برا راح يكون شكلها بهاي الصوره.
زي هيك. هون في عنا دائما الكيو والكيو بار. الاكتيف هاي دي لاتش اللي فايت عليه الدي فايت عليه الكلوك عادي. اذا هون في عنا دي هون في عنا الكلوك هاي بنسميها الاكتيف هاي دي لاتش. ليش اكتيف هاي؟ لانه الكلوك ما عليها بابل. اذا هون احنا بنحكي بالنسبه للكلوك. بالمقابل كمان شو في عنا؟ في عنا الاكتيف لو دي لاتش اللي هي نفس الاشي فيها الكيو والكيو بار وفايت عليها الدي. دي ما تغيرت يا جماعة. الدي هون ما عليها اي تغيير لكن الكلوك عليها بابل الان سي. لكن تلاحظوا انه السي عليها بابل. هاي بنسميها ايش؟ اكتف لو دي لاتش لانه الليفل تبعت الكلوك ايش مالها؟ لو. الليفل تبعت الكلوك لو. طيب خلينا ناخذ مجموعه من الاكزامبلز على السيركتس اللي حكينا عنهم. طيب اول اكزامبل هو بده اياك تكمل التايمينج دايجرام تبع ال اس ار لاتش السيركت اللي معطاه هون. بده اياك تكمل التايمينج دايجرام. لاحظ انه الاس ار لاتش الموجوده هون هي عباره عن ايش؟ اكتف هاي اس ار لاتش. اذا لما تكون قيم الاس والار واحد بيكونوا اكتف ولما يكونوا قيمهم زيرو بيكونوا ان اكتف. طبعا في اي تايم لاحظ انه هون احنا ما دخلنا الكلوك لسه الكلوك مش موجوده. في اي سيركت زي هيك يا جماعه دائما يفضل انك ايش تعمل؟ تنقط على اماكن التغيير حتى تعرف بالضبط وين رايح تتغير يتغير الاوتبوت او السيركت. طيب نيجي اول شيء لقيمه الكيو. قيم الكيو في البدايه الاس والار لاحظوا انه قيمهم ايش؟ 0 0 0 0. شو يعني 0 0 0 0 يعني نو تشينج. طيب شو بدها تطلع قيمه الكيو؟ اعمل بوز وفكر فيها شو بدها تطلع قيمه الكيو. واضح هون انه ما بزبط انك انت تعطي قيمه الكيو. ليش؟ لانه هاي سيكونشال سيركت. 0 0 شو بتحكي لك؟ بتحكي لك نو تشينج. طب نو تشينج عن ايش؟ إذا هذا السؤال واضح إنه ناقص من البداية. ما بصير أنا أعطيك السؤال بالطريقة هاي. لازم الكيو هاي أعطيك لها قيمة بدائية. بما إني أنا هون حكيت لك 0 0 لأنه 0 0 شو تعني؟ نو تشينج. إذا هون لازم أحدد لك مثلا في البداية إنه قيمة الكيو 0 فأنت بتحكي لي 0 0 نو تشينج. إذا نو تشينج الزيرو بدها إيش يصير فيها؟ بدها تظلها 0 بما إنه أنت بتحكي لي نو تشينج. طبعا مرات يعني ممكن نكتبها بطريقه مختلفه. ممكن احكي لك انه الكيو تساوي مثلا 0 لكل تي اقل من تي 0 واجي احكي لك والله انه مثلا هون هاي هي التي 0 فبالتالي بتعرف انه الكيو قيمتها صفر. اذا لاحظوا هذا واحد من الفروقات بين السيكونشال سيركتس والكومبينيشنال سيركتس. لاحظ انه هاي المشكله ما واجهناها في الكومبينيشنال سيركتس. ليش؟ لانه في الكومبينيشنال سيركتس حكينا دائما اعطيني الانبوت مباشره بعطيك شو الاوتبوت بقدر اني احدد لك اياه. تمام؟ يلا خلينا نكمل. اذا 0 0 نوت تشينج. اذا مباشره 0 بدها تضلها 0. طيب بعدين القيم الاس والار تغيروا لايش؟ لواحد 0. 1 0 شو تعني؟ تعني ست. اذا الكيو شو بدها تصير الان؟ تضلها 1. طيب بعدين رجعوا القيم الاس والار 1 0 0 0 0 يعني نوت عفوا 0 0 تعني نوت تشينج. اذا الكيو شو بدها تضلها؟ بدها تضلها واحد. هذول بجوز الخطوط شوي مشوشين علينا خلينا نمحيهم. زيرو زيرو هون تعني نو تشينج. اذا الواحد بدها تضلها واحد. طيب بعد هيك صارت قيم الاس والار صفر واحد. صفر واحد تعني ريست. ايش يعني ريست؟ الكيو بدها تنزل لزيرو. لاحظوا احنا بنرسم بالكيو مش قاعدين نرسم في الكيو بار. اذا رجعت الكيو لزيرو بعدين الاس والار رجعت قيمهم لواحد صفر فبالتالي هذا يعني ست وراح نثبت هون على الست وراح نثبت هون بهذه الحاله على الست. طيب هذا التايمينج دايجرام بالنسبه للاس ار اللي ما فيها كلوك ما فيها كلوك. طيب لو نروح على اس ار ثانيه لكن الان ايش فيها؟ فيها كلوك فيها كلوك. الان بدنا نركز بدنا ننتبه. الان هاي الاس ار لاتش واضح انها اكتف
هاي لأنه ما في عندي بابلز هون، وكمان الكلوك، كمان الكلوك اكتف هاي. إذا هون مسموح التغيير وين؟ وين مسموح التغيير؟ لما تكون الكلوك قيمتها إيش؟ لما تكون الكلوك قيمتها 1. إذا فقط مسموح التغيير في هاي المنطقة. طبعا نحكي مسموح التغيير مقصود فيها مسموح للإنبوت إنه يأثر على الأوتبوت فقط لما نكون في هاي المنطقة. طيب again كالعادة 0 0 لازم أكون معطيك أنا قيمة بدائية. إذا هاي هون شو بدها تكون؟ هاي given، given بالسؤال، هاي given بالسؤال. إذا الكيو بدأت من 0. طيب الآن الكلوك يا جماعة، الكلوك شو قيمتها؟ نرسم بلون ثاني بس الخط عشان ما نميل ما نخربط. إذن هاي هون أماكن التغيير للكلوك مسموحة، هون أماكن التغيير مسموحة. هون أماكن التغيير مسموحة. طيب نرجع للون الأحمر، نرجع للون الأحمر. طيب الآن مسموح فقط أتغير في هذا المكان، فقط في هذا المكان. إذا الآن بمد وأنا مغمض بدون ما أنتبه لقيم إيش؟ بدون ما أنتبه لقيم السؤال. I don't care about السؤال. ليش؟ لأنه قيمة الكلوك 0. الآن قيمة الكلوك 1 بتفرج عن قيم السؤال. Okay. شو قيمة السؤال؟ في البداية كانت قيمة السؤال 0 0، بعدين شو صارت؟ 1 0. إذا بالبداية 0 0 شو تعني؟ no change. بالنص الآن مسموح التغيير، بالنص الآن مسموح التغيير، أو عفوا رح يتغير لا إيش لو 1 0. الأس والآر تغيرت قيمتهم لو 1 0. 1 0 شو تعني؟ تعني reset، عفوا set. إذا الكيو رح تصير قيمتها 1، الكيو راح تصير قيمتها 1. لاحظوا انه ما عندي مشكله الكيو تتغير في نص الكلوك هون. ليش؟ لانه احنا ليفل سنسيتيف او بالس تريجرد، ليفل سنسيتيف او ليفل تريجرد. فهون الكلوك لو الاس والار ردوا تغيروا هون في هاي المنطقه، لو الاس والار ردوا تغيروا مره ثانيه اعطوني ريسيت مثلا، راح الكيو ترد ترجع للريسيت. طبعا يعني عادة الكلوك سايكل بتكون التايمينج تبعها قليل، فالتغييرات كثير بتكون مش كثير possible. لكن لو كانت الكلوك سايكل long enough، نعم ممكن يصير عندي أكثر من تغيير في the same pulse. طيب الآن هون في بعدين الكلوك إيش مالها؟ 0. إذا by default راح تكون no change، ما بتفرج على الاس والار. إذا هون بالنسبة للاس والار ما إلهم معنى. بعدين الكلوك رجعت إيش؟ 1. لما الكلوك ترجع 1، إذا برجع بتفرج على الاس والار. شو قيم الاس والار؟ 1 0 هون وهون 0. 1 0 ايش تعني؟ ست، انا اصلا عامل ست. بعدين 0 0 شو تعني؟ نو تشينج، إذا ما عندي مشكلة بضلني ما اغير، نو تشينج ما في عندي اي تغيير. طيب بعدين الان الكلوك ايش قيمتها؟ 0. إذا وانا مغمض بمد، لاحظوا انه التغيير اللي صار هون ما له معنى. ليش ما له معنى ولا راح يأثر علي؟ ليش؟ لأنه فعلياً أنا في مرحلة الـ no change، لأنه الكلوك قيمتها 0. إحنا حكينا الكلوك إيش مالها؟ active high. إذن هذا التغيير هون ما أثر على الـ output. الآن مباشرة في الـ positive level، في الـ positive level شو قيمة الـ S والـ R؟ 0 1. 0 1 يعني الـ R هي الـ active والـ S inactive. إذن أنا بأمر السيركت إيش تصير؟ 0. لاحظوا إنه في كل الباقي ما في عندي إشي يتغير، رح نظل القيم زي ما هي وفقط نتفرج على الليفلز. هيك بتكون يعني محاضرتنا انتهت لليوم. محاضرة طويلة شوي وبدها تركيز، بتمنى يا جماعة إنكم يعني تدرسوها وتتأنوا في دراستها وتعيدوها أول بأول. واللي عنده أي سؤال بتمنى أنه يرجع لي بالإيميل، ممكن تسألني بالإيميل، وإن شاء الله يعني في الأيام القادمة ممكن أنه أعمل لكم إن شاء الله Office Hours Live. فتابعوا المودل لهذا الموضوع. موضوع السيكوينشال سيركتس جماعة مش سهل، يعني بتمنى أنه تدرسوا أول بأول.
المحاضرة الجاية إن شاء الله رايحين نحكي عن الفليب فلوبس. أتمنى لكم التوفيق والسلام لكم ولعائلاتكم، ويعطيكم العافية، وإن شاء الله نراكم قريبا. السلام عليكم، الله يعطيكم العافية.